السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة اهلا فكرة. النهاردة جايب لك فيديو جديد، ازاي تصلح البانل البايظ. طبعا كلنا ايه بنقابل المشكلة دي، كل بيت طبعا دلوقتي في قلبيه البانل ده، اذا كان ده الداخل او الخارج. ده الداخل يا جدعان، تمام؟ طبعا البيوت كلها دلوقتي بقت فيها ايه البانل ده. دلوقتي ممكن تلاقي مثلا البانل ده بيدو يطفي معاك، عمال يبربش، ممكن تلاقي فصل مرة واحدة، يعني في كذا عيب، تمام؟ احنا ده فصل خالص، فاحنا هنفتحه نختبر ايه كل حاجة فيه، وان شاء الله هنوصل للعطل. تابع معايا الشرح للنهاية. اول حاجة، تمام، احنا ده انا اختبرته فطلع شغال. هنفتح ايه البانل، تمام، نفك المسامير دي كلها. طبعا الطريقة دي هتنفع لإيه؟ للخارج والداخل. نفك السوسة ديت، تمام. ده أول غطا اهي، نرميه على جنب. الازاز اخر حاجة. هنا كده في اول عطل عندنا، في سلك مقطوع ظاهر، تمام. طبعا دي هتلحم فين؟ مكانها هنا. هنبدأ نلحمها بالمكوة. كده لحمت الفرد اهيت، تمام. نبدأ ايه نجرب نوصل الترانز بتاعها. تمام، دي السريع يا سلام، حاجة يعني بسم الله ما شاء الله عليها. ادي البنا اللي اشتغل يا جدعان اهو. انت كده ايه وفرت حق تمن واحد عامل له 100 جنيه بدل ما ترميه. لا يا عم انا اصلحها احسن، ليه اشتري جديد يا جدعان وهو سهل ان احنا نعمله؟ ليه؟ طب ما الموضوع سهل اهو. بنقفل ايه المسامير كلها، واتمنى لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اشعاراتنا، تمام. انت كده ايه وفرت تمام بدل الجديد. يا رب يكون الفيديو عجبك النهارده، وما تنساش اللايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.